لقب رقم 12، وكولر ينضم لقائمة العظماء السبعة، سبع مديرين فنيين حققوا 12 لقب سوبر مع النادي الأهلي، منهم اثنين برتغاليين توني أوليفيرا ومانويل جوزيه، منهم اثنين سويسريين كولر مارسيل كولر وريني فايلر، منهم واحد أسباني خوان كارلوس جاريدو، واثنين مصريين كابتن حسام البدري وكابتن عبد العزيز عبد الشافي. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهيره، افرحوا زي ما أنتم عايزين، وإن شاء الله بإذن الله كمان الفرحة لسه جاية والبطولات إن شاء الله ترجع مرة تانية تملى دولاب بطولات النادي الأهلي. مرة تانية برحب كابتن ماهر همام في ضيافتنا النهاردة في السادسة، ألف مبروك كابتن ماهر، بالتأكيد سعيد زي ما كل جماهير النادي الأهلي مش بس بالفوز لكن بالحالة وبالروح وبالأداء وبمارسيل كولر. الحقيقة أجمع كل يعني جزء كبير من الجماهير أنه كان نجم من نجوم اللقاء امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنبارك للنادي الأهلي كمنظومة، مجلس إدارته، كابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني مستر كولر وجهازه، المعاون الاداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي الاهلي العظيمه بقى يا احمد. يعني عايز اقول لك ان ده مجهود بصراحه باين قوي واضح في خلال الفتره اللي فاتت. أيوة. يعني احنا بخبرتنا كده يمكن قعدنا نتكلم مع بعض طبعا في كذا حلقه وقلنا احنا مش قلقانين على النادي الاهلي، اللي في قرارات من مجلس الاداره اتعملت بشكل كبير جدا بشكل احترافي، حته ارتياحيه اللعيبه او راحه اللعيبه دي، خد بالك يا احمد دي طبعا دي كانت المفتاح او الانطلاقه اللي احنا بنشوفه دلوقتي، حته راحه اللعيبه. اللعيبه فعلا كانت، وكنا احنا كمان ما بنبررش او احنا كنا بنعلق شماعه على حته الاجهاد والاصابات، ودي كانت حقيقه واقعه، ما كانش مقنع الكلام ده في وقته كابتن ماهر، لا خالص يعني ما كانش مقنع، خصوصا كمان انه كان في دايما طول الوقت محاولات ممنهجه بالزبط للتشكيك، تشكيك في مدير فني جديد، تشكيك في صفقات سواء من ناحيه الكم او الكيف، يقول لك الاهلي عمل صفقات قليله جدا، ما جابش لعيبه من الكواليتي اللي تصنع الفارق، مدرب قاعد في بيتهم بقاله مش عارف قد ايه، اللعيبه اللي موجوده الجيل ده من اللاعبين انتهت صلاحيته، وعلى الاهلي انه والفكره دي سنه بسنه كده اتسللت شويه لعقول جماهير النادي الاهلي، بتقول لك احنا عايزين 10 صفقات، احنا عايزين، ولما كنا بنقول هنا يا جماعه الاهلي مش محتاج يدعم صفوفه غير بثلاث او اربع صفقات في مراكز معينه يبقى فيها الكواليتي عالي جدا صفقات، كانت الناس بتهاجمنا وبتزعل مننا لما بنقول ده، لكن لما بيحصل ده برد عملي زي ما ابتديت حلقه طبعاً النهارده على الملعب بقى تشوف الفريق اقوى سكواد في افريقيا طبعاً. والحقيقه مدير فني كمان اثبت كفاءه كبيره جدا مش بس من النهارده، الحقيقه في كل الماتشات اللي ادارها مع النادي الاهلي. ما هي قيمه البطل كده يا احمد، خد بالك ضريبه البطل كده، الناس عايزه تنول منه، عايزه تحبطه، عايزه توقعه، لكن صعب البطل ده ابو 115 سنه انجازات ونادي القرن، صعب جدا، المؤسسه دي كبيره جدا يا احمد، قويه جدا جدا جدا، فالنهارده بتضرب مثل ان لازم يحصل بقى دراسه ولازم نشوف الاعجاز والانجاز اللي بيحصل في القلعه الحمراء ده، عشان كده احنا في مكانه ثانيه، احنا كنا بنتكلم على ان احنا المنافسه بيننا وبين ريال مدريد مش منافسه بيننا وبين اسيا ولا افريقيا، لا الحمد لله احنا تخطينا الجزئيه دي، فده اذا كان بيدل فبيدل على ان فعلا خبره اعضاء مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. وفي اخر حلقه انا كنت معاك لما كانت اللعيبه بتبدا تجهز الميعاد الانضباط اللي في المطار واستعدادها للسفر، وبعدين اللقطات اللي جات لنا من خلال الطياره، قلت لك بص يا احمد بص اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مركزين ازاي، وبعدين الكاميرا نقلت على اللعيبه، قلت لك بص اللعيبه اللي بيقرا في القران واللي قاعد مركز واللي يعني كل الكلام ده كان مؤشر لينا بيترجم الحاله. طبعا بيترجم الحاله ايجابيه جاي. عشان كده قلت لك انا مش قلقان، ليه؟ في مؤشرات اتعملت بتاكد ان النادي الاهلي رايح يجيب السوبر، النادي الاهلي راجع، النادي الاهلي هيعود مره ثانيه البطوله دي في توقيتها كمان في بدايه الموسم كابتن ماهر مهمه جدا جدا، يعني الراجل النهارده لما يبقى كسبان بطوله مع النادي الاهلي وهو بيبتدي لسه المشوار وياخد الدفع يكسب ثقه جمهور طبعا طبعا بالزبط. يعني خلينا نتفق انه بداياته الراجل كانت مبشره سواء في كل الماتشات اللي لعبها، كسب الاربع مواجهات في افريقيا وفي الدوري المحلي، شباك الاهلي ما استقبلتش، شكل الفرقه فايق، اللعيبه على ارض حالتهم غير نهايه الموسم الاخير، فكان في بوادر بتقول والله يا جماعه الاهلي جاب مدرب كويس، لكن لما يكسب بطوله وعلى حساب نادي الزمالك في التوقيت ده اعتقد طبعا كمان هتفرق كتير جدا مع الفرقه ومع الراجل ومع الجهاز في الفتره اللي جايه. كل الكلام اللي قلناه ده احمد على جنب، وبعدين حته انك انت تكسب بطوله السوبر ومن نادي الزمالك
مولد جديد للراجل ده. الثقه المتبادله، جماهير النادي الاهلي يا احمد خد بالك ما بتثقش في اي مدير فني الا لما يكسب الزمالك، واخد بالك؟ فاحنا كل الكلام ده كنا ايه زي ما بتقول بنسخن بلغه الكوره، تسخين. كويس، بيأدي، لكن النهارده هي دي هي دي بقى اللي الختم اللي بتختم على مستر كولر بالنسبه لثقه جماهير النادي الاهلي فيه. جماهير النادي الاهلي بتفهم ومثقفه وواعيه. مواجهته مع فيريرا شفتها ازاي؟ وخصوصا انه فيريرا يعني الاهلي بالنسبه له كتاب مفتوح، الراجل بالنسبه له الزمالك قال انا ذاكرت الزمالك كويس، حطيت ايدي على نقاط القوه ونقاط الضعف، جهزت فرقتي كويس قوي لمواجهه نادي الزمالك، لكن في النهايه بالنسبه له اول مره بيلعب مع الزمالك، وهو يمكن ما عندوش الباك جراوند او الخلفيه المرتبطه بفكره الحساسيه والنديه والمنافسه اللي بين الفرقتين بشكل كبير، فبالتالي هو بالنسبه له ماتش كوره مهم، لكن هو مش فاهم برده تفاصيل الحكايه. أرى الزمالك إزاي من وجهة نظرك؟ شفت قرايته للمباراة، سيناريو بتاعها، حط الخطة والتشكيل المناسب، قدر فعلا يوقف فرقة الزمالك، وإزاي قدر يترجم التفوق ده للفوز بهدفين؟ وهو الراجل لما سأل كذا مرة قال أنا باخد مباراة بمباراة، يعني صحيح. بصراحة يعني يعني مباراة الزمالك زي مباراة أسوان، زي مباراة الإسماعيلي، دي بطولة في حد ذاتها طبعا، بعيد عن الدوري وبعيد عن أفريقيا وبعيد عن الكاس، لكن هو المؤشرات كانت باينه قوي من بدايه ان هو لما تولى المهمه، واضح قوي ان هو حريص جدا، منضبط جدا، عنده ثقه في اللعيبه، اللعيبه عندها ثقه فيه، العامل النفسي، اداؤه داخل الملعب، يعني عايز اقول لك كل الجوانب التحضيريه لهذه المباراه نجح فيها بدرجه امتياز. لكن عايز اقول لك حاجه احمد، هو طبعا بالنسبه له المباراة دي هو عارف طبعا يهمه نكسب المباراة دي، اكيد طبعا من ساعة ما جاوبي، لكن من ساعة ما نزلت من القاهرة والناس بتكلمني على ماتش الزمالك لكن هو من شغله خلال الفترة اللي فاتت، من فترة الإعداد طبعا، عايز احيي طبعا الجانب البدني، الراجل معد الأحمال اللي مخلي شكل لاعبتنا بالنسبة للحركة وبالنسبة للأداء وبالنسبة للمجهود المبذول وبالنسبة للروح القتالية العالية، ده بيؤكد ان هو راجل بردك معاه صف على اعلى مستوى. حتى كمان زي ما بقول لك اللقطات اللي كانت بتيجي لعيبه الاهلي وهي مبتسمه، الابتسامه دي اللعيبه بتبعت رسائل لجماهيرها ان الراجل ده احنا عندنا ثقه فيه، ان الراجل ده بلغه الكوره كده هيحطنا في حته تاني، الراجل ده هيرجع لنا الامجاد اللي فاتت، الراجل ده هيبقى صاحب بطولات خلال الفتره الجايه. مهم انه اللعيبه يبقى عندها القناعه جداً. دي يا كابتن ماهر عشان تترجم على الفريق كله. وده اللي حصل النهارده. انت لما بدات الملف الاولاني بتاع افريقيا الاتحاد المستيري، شوف انت جرأه اللعيبه في تونس عامله ازاي النهارده. اول مره بنشوف الكثافه العدديه وعدد الفنلات الحمراء داخل ال 18 في كل هجمه، اكتر من 3 4 لعيبه، غير اللي بيساند، غير اللي بيتابع، فده كل دي مؤشرات بتاكد ان اللياقه البدنيه والجانب المهاري والجانب الخططي اللي الراجل بيشتغل عليه واحده واحده، لا هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي هيعود تاني للانتصارات، النادي الاهلي اللي هيعود تاني يمتعنا بالكره الجميله اللي احنا يعني محرومين منها بقالنا فتره. فالراجل الجانب البدني اهتم بيه جدا بشكل كبير، وده مؤشر بيأكد لك يا احمد انك انت تقدر بقى في الجانب المهاري تقدر تشتغل. شوف انت بقى الجانب المهاري اللي بينعكس على اللعيبه في ادائهم، التسليم والتسلم، نقل الهجمه من تحت، تقارب الخطوط، كل الحاجات دي جانب مهاري. الجانب الخططي نفس الكلام، تحس ان الراجل عنده جمل تكتيكيه بيشتغل عليها، كره ثابته، كورنر، فاول، في حاجات كتير امبارح شفتها في الماتش تحس انها متحفظه واللعيبه متدربه عليها وجمل متفق عليها مسبقا، يعني مش وليده اللحظه ووليده الابداع في الملعب. خليني اسالك على اللعيبه، على نجوم المباراه امبارح وعلى لقطه الهدفين شفتهم ازاي، بس هتسمح لنا يا كابتن ماهر نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم. صفر كبير هو عدد الاهداف اللي دخلت شباك النادي الاهلي من بدايه الموسم، صفر حقيقي من 5 ماتشات، 2 في دوري الابطال ذهابا وايابا مع اتحاد المنستيري 1-0 و3-0، ثم الفوز على اسوان والاسماعيلي في الدوري بنتيجه 1-0، ثم الفوز على الزمالك في السوبر المصري بنتيجه 2-0، وبالتالي صفر كبير جدا يحسب الحقيقه فيه فضل لمارسيل كولر، يحسب فيه فضل للشناوي، ويحسب فيه فضل ايضا لثنائيه جديده بتظهر في خط دفاع النادي الاهلي لاول مره الموسم ده، عبد المنعم ومتولي. رايك في تطور الحقيقه؟ يمكن ده كان يعني برضه عشان ندي كل حد حقه وينسب الفضل لاهله، يمكن بان حاله التطور الدفاعي دي مع الاهلي مع تولي ريكاردو سواريش
المسؤوليه في نهايه الموسم، حسينا التطور بشكل كبير، وكانت واحده من النقاط الضعف اللي موجوده في اداء النادي الاهلي تحت قياده موسيماني، ونجح كولر الحقيقه انه يحافظ عليها ويطورها مع وجود طبعا ثنائيه كان هو ليه صح او هو صاحب الرؤيه والفضل فيها، اختياره متولي مع عبد المنعم. بالظبط يا احمد زي ما قلت كده، وده بيرجع اللي طبعا سياسه الرجل واستراتيجيته وفكره الهيد كوتش. كولر من الهيد كوتشات اللي عندها حس وعندها وعي، وزي ما شفنا كده ان هو بردك موضوع ان هو بيأيد اي اخطاء اذا كانت دفاعيه او هجوميه او ملاحظات بيبدا يسكنها ويشتغل عليها، وده قلنا ده من ضمن الكره الحديثه او من ضمن الشغل العالمي. أيوة. ما بيسيبش حاجه تعدي. يعني بلغه الكره كده الراجل ما بيسيبش حاجه تعدي، وده اللي عمل اول حاجه بتتفتح اول ما بننزل الملعب في اول تمرينه بعدها. بالظبط يعني خلصنا الماتش رحنا البيت رجعنا نزلنا التمرين، افتح ورقتي بالظبط ملاحظاتي طبعا حبيبي اشتغل على النقطه دي 1 و2 و3 و4، وهو ده اللي بيحصل، ده بشغل التدريب وكمان شغل المباريات اللي هو تحت ضغط. أيوة. بتظهر لك حاجات تانية وحاجات جديدة بيشتغل عليها. واليوم الكامل اللي احنا قلنا عليه اليوم الكامل معمول للحاجات دي. الصبح ممكن يقدر ياخد المدافعين مع لعبة الهاف ديفندر، وبعديها بساعة يقدر ياخد المهاجمين مع اللعيبة اللي تحت رأس الحربة، وطبعا بعد الظهر بتبقى عبارة عن تقسيمات جماعية حاجات كلها في تطور كابتن ماهر في يعني لما ابتدي الموسم بصرف النظر عن النتائج، النتائج كلها ايجابيه والماتشات كلها يعني باستثناء اسوان بما انه صعد حديثا للدوري الممتاز، لكن لما اتكلم على اتحاد مونستيري لما اتكلم على اتحاد مونستيري بره وجوه وفي دور برده نوك اوت يعني ليها برده حساباتها وليها تاثيرها على من ناحيه الضغط العصبي، بيبقى متخوف انك تطلع من بطوله افريقيا وانت لسه في بدايه المشوار. فماتشين كانوا صعبين تكسب بره وجوه. الاسماعيلي يظل دايما قدام الاهلي غير، يعني الاسماعيلي اللي ظهر في الدوري قدام الاهلي غير الاسماعيلي اللي ظهر في الدوري بعد كده، وقدام الزمالك طبعا منافس تقليدي. هل انت حاسس انه الاهلي بيتطور كل مباراه عن المباراه اللي قبلها؟ شايف في فرق؟ شايف الحاله اللي وصل لها الاهلي مع كولر في مباراه الزمالك تحديدا ازاي؟ ما شاء الله، يعني بصراحه يعني في 5 مباريات، يعني علم التدريب بيقول يا احمد بعد 6 مباريات. أيوة. 7 مباريات 8 مباريات تبان ملامح الراجل بالنسبه للشغل وبالاداء، لكن واضح طبعا زي ما قلت لك دي ميزه المدربين اللي هم يعني عندهم فكر، ومدربين اللي هم عندهم سي في قوي زي الراجل ده مش هيستنى ما بيحتاجش الوقت. لا لا مش يعني مش هو عارف ان الوقت بالنسبه له هو عايز يوصل بعد 6 7 مباريات يكون في اكتمال كامل من ناحيه الاستراتيجيه مش شكل الاداء بتاع اللاعبين، لكن طبعا هو زي ما قلت جدي جدا وعملي جدا، فالحاجات دي بيشتغل عليها بسرعه. طبعا حصل تطور بشكل كبير جدا النهارده، عوده الثقه مره ثانيه للشناوي، تحس ان الشناوي رجع ثاني الحاجات العاليه الحاجات الانفرادات كذا واحده امبارح بالظبط حتى في الدوري المحلي انفرادات الحاجات اللي فيها تصويبات على المرمى، تحس ان الشناوي بدا. على فكره الشناوي السنه اللي فاتت افضل لاعب، مش افضل حارس مرمى، افضل لاعب في افريقيا بالظبط. بس طبعا يعني عشان الموسم ما كانش يعني ما كانش نجاحاته بالنسبه لنا بالظبط ما كانش نجاحاته كبيره قوي. فيمكن الناس ما التقدير يا عيني ما كانش ما اتكتش على الحته دي شويه، لكن بنتكلم على الشناوي افضل حاجه جميله وافضل لاعب في افريقيا في المحليين السنه اللي فاتت، وده بيدي ثقه للفريق. طول ما انت عندك حارس مرمى يقظ وقوي ومركز بهذا الشكل بيدي بينعكس على اداء الفريق. خط الظهر اللي تفضلت واتكلمت عليه اللي كانت عندنا ثغرات كتيره جدا يا احمد في كل مباراه، حاجات اماميه حاجات طوليه حاجات فيها سرعات حاجات فيها كورسات واحد ضد واحد. فالنهارده يعني ريكاردو قدر ان يعني يصلح لنا جزء بشكل كبير، جه كمل عليه كولر. يعني كولر برضه كمل المشوار في الجزئيه دي. النهارده عوده اكرم بتدي لك ثقه بشكل كبير جدا. اكرم يعني من صفاته الجميله قلبه الجامد. أيوة حقيقي. اصراره روح عاليه روحه يعني. لو عندنا 11 لعيب بصراحه يعني في مراكز مختلفه يعني حاجه جميله مختلفه، بس عندهم الروح دي طبعا هنبقى كل سنه حاجة في كاس جميلة العالم والله يعني أحمد. كل بطوله في كاس العالم وده بينعكس خد بالك يعني انعكس على متولي كمان. أيوة. الوافد الجديد متولي حمد لله على السلامه نفس الظروف بتاعت اكرم بقاله فتره بعيده، لكن رؤيه بقى المدير الفني اللي عنده وعي وعنده حس، حاسس ان محمود متولي ده انا هحتاجه حتى كمان في استراتيجيتي في بدايه الهجمه. يعني وانا بدافع اي نعم عنده امكانيات دفاعيه بيجيد العاب الهوا بينقض عنده توقع جميل، لكن ده جزء في الحاله الدفاعيه، لكن الجزء الاهم بقى
لما ابدا انقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه محتاج الناس اللي بره اللي ورا دي تطلع لي الباص الصح. انت كنت اخر مره اتقابلنا هنا على ما اتذكر يعني وصحح لي لو انا الذاكره خانتني قلت لي كنت بسالك انه صفقه المحترف الاجنبي الخامس لو 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 هنجيبه مركز ايه؟ قلت لي تفضل انه يكون مدافع. مظبوط بالظبط كده. ما زلت عند رايك كابتن ماهر ولا شايف انه لا الاداء الدفاعي ومستوى المدافعين في الاهلي ما زال لغايه دلوقتي مطمئن؟ لا حاجه جميله وبترجع للراجل بصراحه يعني احنا بنتكلم على الاحساس اللي قبل كده. أيوة. لكن مع خلال الشغل بقى انت بتبدا تطمن برضك. من ضمن الحاجات الجميله اللي بتحسب للراجل ان الراجل عايز يشوف الناس كلها. ما استعجلش كمان على الصفقات. لا ما استعجلش ودي حاجه جميله يعني. الثلاث صفقات والناس قالت ازاي وما ينفعش واحنا محتاجين، لكن الراجل قال لك لا لازم نتريس ولازم نشوف وندي حق الناس. فبرضك من ضمن الحاجات اللي بتحسب لينا احنا اللي بنتعلم منها من الراجل ده انك انت لما بتبقى قائم على فرقه بتشتغل مع فرقه مش لازم في نهايه السنه ان انا اضحي ب 13 14 لعيب. ب 13 14 لعيب دول خدوا فكري وعرفوا استراتيجيتي وعرفوا ان انا في دماغي ايه، فليه اضحي بيهم؟ فالنهارده وجود محمود متولي في الجانب الدفاعي مع محمد عبد المنعم مكسب كبير جدا جدا وثقه ما بعدها ثقه. طبعا محمد عبد المنعم كمان حاجه جميله يعني راجع بصراحه بمستوى جيد، عندهم انقضاض جميل، بيجيدوا العاب الهواء، بيستخلصوا الكوره احمد امبارح بحاجه حاجه فيها شياكه. استخلصوا الكوره كده من غير ما يلمس الجزيري وبيقطعها وبعدين بيبدا الهجمه. معلول طبعا كصانع العاب وبيقدر يربط مع عبد القادر. نص الملعب حمدي فتحي والسوليه، احنا كنا قلقانين جدا جدا على ديانج عدم وجوده، لكن احنا قلنا حتى كمان واحنا موجودين معاك يا احمد قلنا السوليه وحمدي فتحي بيعتبروا من اللعيبه من اقوى اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب. وجود سافي وبقى صانع العاب راجل برازيلي الهدف اللي جابه. سافي بقى لا سافي ده قصه حاجه جميله امبارح. الناس هدف برازيلي اتمزجت كده يعني كان لقطه طبعا. تخليني استعرض مع حضرتك ومع يعني جمهور السادسه ده حقيقه ده على الفيسبوك وعلى ده على انستجرام. على انستجرام طبعا مارسيل كولر من دقائق بسيطه جدا تحديدا من 3 دقائق كتب على الانستجرام على صفحته سعيد لانني تمكنت من ايصال افكاري وفلسفتي للفريق في الوقت القصير ده من خلال العمل الجاد والمكثف وان اللاعبين بيقوموا بتطبيقه بشكل افضل يوم بعد يوم. يجب علينا جميعا ان نواصل العمل معا حتى لا نفقد التركيز من اجل تحقيق المزيد من اهدافنا وطموحاتنا. شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح. مدرب ناديكم بتوقيع طبعا مارسيل كولر. الحقيقه يمكن اعتقد انجاز كبير جدا ليه انه يبدا مشواره مع الاهلي بتحقيق بطوله. بالتالي برضو بيبقى محتاج المدير الفني يحس بترجمه الشغل بتاعه لنجاح والهدف تحقيق بطوله، وبتديله اريحيه بشكل كبير، بتخلصه بشكل كبير جدا من اكيد في ضغوط مهما كان اسمه مهما كان خبرته مهما كان السي في قوي يا كابتن ماهر. ما بتيجي تشتغل في نادي جماهيري وتحط تحت ضغط جماهير بحجم النادي الاهلي شويه بتبقى عليك نوعا ما ضغوط. لما بتحقق اول لقب وبتجيب اول بطوله بترتاح وبتهدى وبتقدر تشتغل كمان بشكل افضل بعد كده. بالظبط. والكلام اللي احنا قلناه هو بيقوله يعني قال لك ان انا بحيي اللعيبه وجاي من الامارات الطياره على النادي على بالزبط. فكره على طول يعني دي حاجه كمان بتدي الثقه بتبعث الثقه لجماهير النادي الاهلي ان احنا مش هنضيع ساعه ولا هنضيع يوم احنا محتاجين. وخد بالك يا احمد عايز اقول لك ثقه اللعيبه كمان هي اللي بتساعد الراجل. ما انا النهارده ممكن اكون هيد كوتش على اعلى مستوى وعندي من الفكر وعندي استراتيجيه وتشكيله لكن هنا بقى دور اللعيبه اللي هو انا بسميه يعني حوالي يمكن 70% دور اللعيبه في نجاح المدرب 70% لان اللعيبه هي اللي هتطبق. بالظبط هي اللي هتطبق الكلام ده. صحيح النهارده اللعيبه مفيش حاجه ظهرت على الملعب ما طبقتش مهما كنت انا بقى عندي وعي وعندي استراتيجيه وعندي تغيير وعندي فكر وعندي جمل تكتيكيه لكن طبعا انا عاجبني المشهد ده يا احمد. طيب كهربا على فكره انا مبسوط قوي قوي بكهربا وجوده في كهربا وزمايله وكل المنظومه اللي شغاله حتى عمال غرف الملابس. لا شوف الراجل وتواضعه والراجل وحبه للمكان وحبه للناس ما كل ده بسبب النجاحات. ما الناس دي بتبقى راضيه عن الراجل. خد بالك يا احمد يعني الناس دي اللي مش راضيه على الراجل يعني العمليه بتبدا تتعطل. لكن من هنا فعلا دي روح الفنانه الحمراء ده روح النادي الاهلي الاسره الواحده كل الناس متكاتفه كل الناس متكامله. طبعا مستنيين رجالتهم هم جايين شايلين الكاس
انتصار كبير جدا جدا لاعضاء النادي الاهلي طبعا. برونو سافيو بقى شفت ازاي امبارح كرة برازيليه وانه فتح السكه وحط هدف عالمي يعني هدف ودلع طبعا 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 هو كمان كان برازيلي سامبا زي الفتره اللي فاتت دي كان في شكوك بالنسبه لسافيو كلام مش لكن هو النهارده بيرد بشكل كبير جدا حتى الهدف الجميل اللي احنا قدامنا كره برازيليه عماله تلف يا احمد تلف لغط الكوره رايحه في الزاويه البعيده على فكره طبعا الكره دي برونو سافيو عملها في كذا نفس يعني الحته دي يبدو انها بتاعته يعني شفتها له في كذا ماتش طبعا في بوليفيا لما كان بيلعب جاب منها اهدافه كده لكن في ماتشات كتير مع الاهلي الحته البليسنج دي الحته الجميله بيعملها عملها في ماتش الاسماعيلي وعملها كذا مره في ماتش الاسماعيلي وعملها اعتقد في ماتش اتحاد المنستيري فيبدو انها لا مهاره يعني مهاره باتقان باتقان وبعدين شوف اللمه وبعدين طبعا بوش رجله الخارجي بيعملها بتلف الكره البرازيليه بتلف تلف لحد ما طبعا زي ما بيقولوا كده بلغه الكره الشبكه بتزغرط صحيح الكره جوه الشبكه بتعمل حس طبعا شكل جميل هشوف برضو معاك جون طاهر لانه انا عجبني اول اسيست عجبني جدا الاسيست بتاع طاهر وكنت بقول لكابتن ماهر واتفق معايا انه هو ده طاهر هي دي امكانيات طاهر اللي احنا عارفينها لعيب كبير جدا بس خليني استعرض مع حضرتك جزء من راي الناس كلها طبعا فرحانه وعايزه يعني تعبر عن رايها سالتهم رايكم في اهم مكاسب الاهلي في الماتش بتاع امبارح اشرف وعد بيقول اهم المكاسب عوده الثقه اللاعب في قدراته وثقه الجمهور في لاعبيه والله عمرنا ما فقدنا الثقه نزعل شويه لكن ما بنفقدش ابدا الثقه ليتاكد الجميع انني املك ارقى واحسن سكواد لعيبه في مصر ده حقيقي والله مش متفق معاك جدا يا اشرف وان البطل لما يقع يعرف يرجع لمكانه على مصر تتويج بسرعه متفقين جمله وتفصيلا زي ما بيقولوا يوحنا تقي بيقول الف الف مبروك للفوز بالسوبر ال 12 والسادس على حساب الزمالك والاهلي بطل انجازاته والبطولات ورجاله الاهلي عملوها وحصدوا البطوله الله يبارك فيك. حسن سمير اهم المكاسب هو اللاعب سافيو اللي واجه انتقادات لاذعه والله كل لعيبه الاهلي واجهت انتقادات بالظبط يعني تبطل اي حد الكوره يعني كل لعيبه الاهلي اللي اتقال عليها لازم يمشي واللي اتقال عليه ما يلبسش تيشيرت النادي الاهلي واتنساله بطولات كتيره جدا حققها في زمن قياسي يعني فطبعا كل اللعيبه كانت عندها رغبه في انها تثبت نفسها ما تخافش على الاهلي ابدا مش ممكن نخاف طول ما في ظهر الاهلي جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. علي احمد اهم المكاسب لعب الفريق كمنظومه متكامله كرجل واحد الكل كان بيدافع والكل كان بيهاجم ودي روح بتاعه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء تحياتي لحضراتكم من قلب الصعيد علي احمد. الثقه يعني طبعا في ثقه كبيره جدا في دفعه معنويه كبيره جدا برضو اتفق معاك جزئين انها واحده من اهم مكاسب ماتش امبارح. عصام سعد بيقول عوده الاهلي من جديد واستقرار المدرب على الخطه التي يسير عليها تمام متفقين برضو اعتقد طبعا الجهاز الفني كمان هياخد دفعه معنويه كبيره جدا بعد البطوله. عادل عطيه الرجوله والروح واكرم توفيق اكرم حقيقه لعيب قلب الاسد مفصل زي ما بيسموه حقيقه يعني كواليتي لعيب مش قصه كوره وامكانيات فنيه لكن كمان روح زيه زي عبد المنعم زيه زي حمدي فتحي في لعيبه في الملعب بتلعب بقلبها يعني مساء الخير عليك ده احمد حسن برونو سافيو كريم فؤاد محمد شريف المخيف وكمان مدرب كولر اللي عنده حلول كتيره لتوظيف اللاعبين في كذا مركز في الملعب. هكتفي بده واسال نفس السؤال لكابتن ماهر بعيدا عن المكسب ال 2-0 وبعيدا عن التفوق على الزمالك ولقب السوبر مكاسب الاهلي اللي تراهن عليها وتترجمها في اللي جاي ان شاء الله باذن الله في مشوار الموسم الحالي يا كابتن ماهر. يعني الاداره الفنيه بقياده كولر وطبعا اللاعبين اللي هم زي ما قلنا هم اللي بيكملوا له المشوار بيكملوا له الاهداف والاستراتيجيه بتاعته. انا شايف مكاسب عوده ثقه الجماهير طبعا في المنظومه ككل حاجه ده الهدف جميله. الهدف الثاني هدف طبعا عالمي. عد لي بقى الاسيست عد لي الاستلام بتاع طاهر والاسيست اللي عمله. على فكره في ناس كتير جدا اختارت اللقطه دي معبره عن اللقاء ككل ملخص اللقاء ككل لقطه الاسيست بتاع طاهر دي هو ده طاهر بمهاره بيفوت من اثنين احمد بص وبعدين برضك برؤيه شايف في الناحيه الثانيه تكمله من كريم فؤاد اللي انا طبعا بحييه والثقه المتبادله اللي واخدها كريم خلال الفتره اللي فاتت وجوده في منطقه خطره بالشكل ده
يعني واحد تاني كانش يقدر مثلا لو ما عندوش حس التهديف ما كانش يقدر يروح. لكن طبعا كريم متقدم وده اللي قلنا عليه الكثافه العدديه اللي موجوده لعيبه النادي الاهلي 1 2 3 4 يا احمد موجودين داخل ال 18 وده اللي احنا اتكلمنا عليه. بيقولوا كان بيقول ان احنا فرقه الزمالك كانت بتهاجم وما كانش في غير اثنين لعيبه بس في بتدافع في الجون ده. طب ده مشكله عنده هو في التنظيم الدفاعي يعني. لا هو طبعا يعني درس كبير من بالظبط في الماتش كله بالظبط. يعني النهارده لما اتكلم انا كمدير فني اقول ان انا عندي اثنين بس في خط الظهر. طب ما دي هترجع ليك انت التنظيم بتاعك انت ان ازاي يبقى فيه اثنين لعيبه موجودين في خط الظهر بس واللعيبه كلها داخله في نص ملعب النادي الاهلي. فده بقى تنظيم اداره فنيه لانك انت اللي شايف عدد لعيبه النادي الاهلي اكتر من عدد لعيبه نادي الزمالك. لازم ارجع حد يكون لو في ثلاث لعيبه لازم ثلاثه يبقوا بيراقبوا وفي مثلا واحد بيغطي. لكن انا سايب العمليه بس ان احنا بنهاجم بس عشان اعوض. فاكيد طبعا ده تنظيم فني بيحسب على الاداره الفنيه لنادي الزمالك. لكن الاداره الفنيه للنادي الاهلي واضح تفوقها من بدايه المباراه. الوعي في التنظيم الدفاعي كل اللعيبه تحت الكوره بشكل احترافي. الثلاث خطوط قريبين من بعض. طبعا الانقضاض والدوافع بتاعت لعيبه النادي الاهلي بتبان من اول لعبه. كان في خشونه من لعيبه نادي الزمالك لكن لعيبه النادي الاهلي كانت حريصه ان هي ما تخشش في الخشونه ديت. حصل انذارات طبعا للعيبه نادي الزمالك من بدايه المباراه. طبعا لا حكم انا شايف انه مش حكم يعني ضعيف بصراحه يعني. لكن لعيبه النادي الاهلي الدوافع بتاعتها احمد والانقضاضات هي اللي اديتها السيطره اديتها الثقه. التبادل بقى بالنسبه للباصات زي ما احنا شفنا تتابع الخطوط الانطلاقات اللياقه البدنيه العاليه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي الجانب المهاري اللي موجود عليه كل اللعيبه. النهارده الهدفين يعني جانب مهاري واضح بصراحه. لا يعني هدفين ملعوبين في حاجه جميله كوره تتفرج عليهم مره واثنين وثلاثه انت مستمتع جدا. والتاني بالذات في جمله يعني في مهاره فرديه بيفوت طاهر والتغييرات كمان يا كابتن ثم طبعا يعني التغييرات حصلت في توقيت وعملت فارق يحسب لمرتب كله بالظبط. النهارده التغييرات لما بغير لعيب بلعيب وبعدين بينزل يجيب جول فده اكيد طبعا بيحسب الاداره الفنيه على وعيها وعلى ثقتها وازاي بيدي الوقت المناسب للعيب المناسب في الوقت المناسب. مهم جدا الوقت ده لان بعض المدربين يا احمد بتدي 5 دقائق بتدي 10 دقائق فاللعيب بيتظلم ما بيقدرش يخش جو المباراه. لكن الراجل ده دي بتبقى شرفيه يعني الخمس دقائق والعشر دقائق يعني هو الراجل شرفيا بس كان اخر دقيقتين لما غير نزل بيرسي تاو علي فخري محمد فخري وبيرسي تاو دي حاجه فخريه يعني. لكن انا بتكلم في المدربين بتدي 10 دقائق قبل نهايه المباراه فالراجل بيبقى صعب عليه انه يقدر يخش في اجواء المباراه يعني. الدفعه دي بتحمل اللعيبه والجهاز الفني مسؤوليه اكبر وانه محتاج تحافظ على ده ومحتاج ويمكن حتى الراجل اتكلم بيسالوه حققت بطوله اول بطوله مع النادي الاهلي ايه البطوله الاهم بالنسبه لك بعد كده قال لهم ماتش الداخليه بالظبط يعني ما اتكلمش في تعايق ما قالكش بقى ده احنا هنجيب الدوري وهنجيب الكاس وهنجيب قال لك ماتش الداخليه والراجل واضح جدا انه ماشي خطوات جميله ازاي تبني على ده يعني انت النهارده لو في اوضه اللبس كابتن ماهر او مع المدير الفني ازاي تبني على ده انك تحافظ او تطور على ده وتقدر توصل ان شاء الله باذن الله الموسم يكون ناجح ويكون اول مواسم كولر ناجحه مع في ناس كتير بتقارنه او من دلوقتي هو على فكره بدايته مشابهه جدا جدا لريني فايلر بالظبط يعني هو بالزبط. مع فايلر ابتدى مع الاهلي افريقيا بره وهو كسب بالزبط. سوبر مع الزمالك كسب يعني في تشابه كبير جدا بينه وبين فايلر لكن اللي بيطمنك يا احمد بقى اللي هنبني عليه ان هو بعد رجوعه من مطار القاهره راح على التمرين ودي دي دي اكبر ثقه بيبعثها المدير الفني لجماهير ولعبته. لا احنا محتاجين الوقت مش عايزين نضيع وقت احنا محتاجين الوقت عشان نشتغل عشان نوصل الاهداف بتاعتنا. لسه الاهداف كتيره جدا وطويله جدا عندنا 4 5 بطولات لسه عايزين نحققهم طبعا عندنا انتصارات هي وبعدين هي كمان يعني طبعا الثقه بقى ثقه اللعيبه لان هو في لعيبه لسه ما شافهاش فمحتاج ان يديها. انا متاكد ان في مباراه الداخليه هيبدا يدي اللعيبه اللي هو ما شافهاش يعني من فتره طويله. الحاجه الثانيه ان ممكن مثلا لعيب زي
هاني زي بالظبط ياخد الفترة اللي جاية شريف من البداية بتاو يبدأ فخري شحات ياخد الشحات يبدأ فكل كل ده مرة واحدة طبعا لا يعني هو واضح طبعا ان هو ما شاء الله في حتة التدوير يا احمد يعني بيحاول يدور حصل اجهاد مثلا زي زاد يانج استبعده دخل السولية بيحاول ان هو يعني يضيف لاعب او اثنين لكن ما بيزودش عن كده صحيح لان هو عايز الثبات يهمه الثبات جدا الثبات ده هو اللي هيديله الشغل اللي هو والاهم انه فيه. يدخل عنصر واثنين كل بالزبط. مره عشان يبقى بالزبط. كل العناصر جاهزه على كل الاحوال هي كانت ليله حمراء في ابو ظبي وفي القاهره كل جماهير نادي الاهلي فرحت بالبطوله رقم 12 وان شاء الله نتمناها بدايه موفقه وناجحه جدا لموسم يبقى فيه مزيد من الالقاب ومزيد من البطولات الاهم بالنسبه لنا ان البطوله دي بتقول انه الاهلي عاد لمكانه ومكانته الطبيعيه مره ثانيه 1000 مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي السوبر ال 12 مبروك مره ثانيه مبروك يا احمد ماهر. مبروك للنادي الاهلي وجمهوره وجهازه الفني ودايما واللاعبين. نتقابل كده في مناسبات فرحه وبهجه والناس فرحت امبارح جدا طبعاً جدا طبعاً. وده اهم شيء الواحد دايما كان بيبقى فرحان عشان الاهلي كسب والاهلي توج ببطوله يعني دلوقتي بقى بيبقى فرحان عشان كمان الاهلاويه فرحانين والناس فرحت وده بصراحة. شيء الحقيقه وعايزين نشكر برضه كمان دوله الامارات طبعاً. بصراحه طبعاً. حكومه وشعب والامارات امبارح ما نامتش ومصر ما نامتش فطبعا فرحه كبيره جدا للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وان شاء الله الايام اللي جايه افراح الاهلاويه تتوالى بشكر متابعينا ومتابعي السادسه النهارده بشكر نجمنا الكبير طبعا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ماهر همام شرفتنا ونورتنا شكرا احمد وكل مره نتقابل كده نحتفل ان شاء الله بلقب جديد وبطوله جديده تحياتي ليكم.